اجتمع وفد من منظمة الأمم المتحدة مع وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان في مقر الوزارة بأربيل لتقديم أكثر من 3 ملايين دولار تم تأمينها من قبل الأمم المتحدة للإقليم. وأكد وزير الصحة أن الزيارة جاءت لتؤكد استمرار المنظمة في دعم الإقليم وأخذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة كورونا أو أي أمراض أخرى. I had the honor to come to Erbil during my visit and to meet with His Excellency the Minister of Health to commend him actually on all the measures that have. لنا الشرف في التواجد هنا في أربيل. خلال زيارتي قابلت وزارة الصحة لنثني عليهم للتدابير التي اتخذت لتقليص حالات الكورونا في كردستان. نحن هنا لتمثيل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لدينا الشرف بالعمل مع وزارة الصحة في كردستان في هذه الفترة الحساسة لدعمهم بشأن التدابير الوقائية وأيضا الاستجابة لاحتياجاتهم. قامت وزارة الصحة بإقليم كردستان بعمل عظيم، لذلك أود التعليق بأننا هنا للدعم، ونحن مسبقا دعمنا عدد من الدول المعزولة جراء جائحة كورونا. لقد قمنا بإجراء الكثير من المحادثات مع وزارة الصحة لدعمها في هذه الفترة. إذا كنا متعاونين لن نحتاج إلى الكثير من العمل في المستقبل. نحن أنجزنا الكثير، على سبيل المثال دهوك التي لديها 12 سريرا كاملا مجهزا بالعدة لمواجهة سلالة كورونا الجديدة. وأتشكر المتبرعين الذين دعمونا. نحن الآن نعمل في واحدة من مستشفيات أربيل التي لديها 70 سريرا مجهزا بالكامل.